الرئيس السيسي يؤكد للملك عبد الله الثاني دعم مصر الكامل للأردن وحرصها على أمنه واستقراره، ويدين الهجوم الإرهابي الذي تعرض له أحد المواقع على حدود الأردن مع سوريا. الرئيس السيسي والمستشار الألماني توافقان هاتفياً على أهمية حل الدولتين كأساس للأمن الإقليمي، وشولتز يشيد بدور مصر البناء في المنطقة. المرصد الأورو متوسطي يؤكد أن القنابل التي أسقطها الاحتلال الإسرائيلي على غزة تفوق القصف الإسرائيلي على أوكرانيا على مدى عملية. 3 مساء بتوقيت القاهرة، 1 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي إدانة مصر للهجوم الإرهابي الذي تعرض له أحد المواقع على حدود الأردن مع سوريا، مشيرا إلى دعم مصر الكامل للأردن الشقيق وحرصها على أمنه واستقراره. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، تناول الأوضاع المتوترة في المنطقة خاصة في قطاع غزة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن العاهل الأردني ثمن دعم مصر في ضوء علاقات الأخوة التاريخية بين الدولتين والشعبين. وأضاف متحدث الرئاسة أن الزعيمين تباحثا حول الجهود الجارية لتهدئة الأوضاع بقطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لأهالي القطاع، محذرين من خطورة استمرار التصعيد العسكري بما يعرض الأمن الإقليمي لتهديدات متنامية، ومؤكدين أن إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية هو الضامن لاستعادة الأمن والسلام الإقليميين. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط في اتجاه تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين والمبادرات المتعلقة بتبادل المحتجزين. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من المستشار الألماني أولاف شولتز. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية واتساع دائرة التوتر في المنطقة، حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والمبادرات المتعلقة بتبادل المحتجزين وجهود توفير الحماية للمدنيين في القطاع الذين يعانون على مدار عدة أشهر من أوضاع إنسانية مأساوية. كما تناول الاتصال الجهود الرامية لوقف توسع نطاق الصراع والذي تلمس المنطقة بوادره بما سيكون له من عواقب وخيمة على الشرق الأوسط والسلم والأمن الدوليين. وأشاد المستشار الألماني بدور مصر البناء في المنطقة، واتفق الجانبان حول أهمية حل الدولتين كأساس لاستعادة السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف متحدث الرئاسة أن الاتصال تناول كذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وألمانيا على شتى الأصعدة. تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات، بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة. يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لمنظومة التأمين الفني للمركبات. فريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة، والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لمنظومة التأمين الفني للمركبات في القوات المسلحة. واستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى عرض تفصيلي
من اللواء أركان حرب محمد عبد الفتاح مدير إدارة المركبات، والذي تناول مشروعات مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات وأوجه التعاون مع الإدارات التخصصية، كما تفقد عددا من خطوط الإنتاج للمراكز التخصصية داخل المجمع. ونقل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال إدارة المركبات، مثنيا على الأداء المتميز والروح المعنوية العالية للعاملين بالمجمع وقدرتهم على العمل في نسيج متكامل، مما يسهم في تعظيم الاستفادة من الطاقات والإمكانات المتاحة. ويعد مجمع الصناعات الهندسية من أهم الصروح التي حرصت القوات المسلحة على دعم قدراتها وإمكاناتها القتالية والفنية، وتعمل من خلاله على مواكبة التطور المستمر في مجال الدعم الفني، بما يمكنها من الوفاء بالمهام والمسؤوليات المكلفة بها. نجدد التحية على حضراتكم مشاهدينا ومتابعة للاتصالات الهاتفية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم. ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أهلا بك معنا هذه المرة سعادة السفير. يعني اتصالات مهمة للرئيس السيسي أكد خلالها على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته فيما يتعلق بعدم تصفية القضية الفلسطينية والنفاذ المستدام للمساعدات إلى قطاع غزة. كيف ترى هذه الاتصالات في ضوء التوتر في المنطقة؟ يعني هي المنطقة حضرتك بعد إذن حضرتك يعني فيها عدة حروب، طبعا أخطرها هي الحرب في غزة، ثم هناك الهجوم الذي تعرضت إليه القوات الأمريكية حضرتك خلال ال 24 ساعة الماضية، وأسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين، وكل التقارير الواردة من العاصمة الأمريكية واشنطن تشير إلى أن الرئيس الأمريكي يدرس حاليا كيف سترد الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الهجوم. ثم هناك بالطبع حضرتك هجمات الحوثيين على الملاحة البحرية جنوب البحر الأحمر، فالمنطقة في واقع الأمر منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر يعني مشتعل. لكن مصر في هذا الإطار لها ثوابتها وبتتحرك على عدة محاور هامة، ويعني الاتصالات اللي حضرتك أشرت إليها هي بدأت يوم الجمعة الماضية عندما تلقى السيد الرئيس اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، واتفق خلال هذه المكالمة الهامة على ضرورة العمل على التوصل إلى اتفاق هدنة طويلة نسبيا مقارنة بالهدنة السابقة في نوفمبر الماضي، يتم في إطارها الإفراج عن الرهائن والإفراج مقابل ذلك الإفراج عن عدد يتم الاتفاق عليه لاحقا من المعتقلين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. في ذات الوقت أمس كان في لقاء هام حضرتك في عاصمة أوروبية جمع مدير السي اي اي وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، نعم، والسيد مدير المخابرات العامة المصرية ومدير الموساد ومسؤول قطري رفيع المستوى للتوصل لاتفاق حوالين هدنة طويلة نسبيا حضرتك في قطاع غزة، نعم، تكون فاتحة لوقف إطلاق نار. فمصر حضرتك يعني بتبذل كافة مساعيها وتبذل كافة الجهود من أجل التوصل لوقف إطلاق نار، طيب، كخطوة أولية لتحريك القضية الفلسطينية.
سيادة السفير، يعني كل المساعي بتبذلها مصر بالتأكيد على أصعدة مختلفة. كان هناك اتصال هاتفي من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمستشار الألماني، تلقاه من المستشار الألماني بالتأكيد، وهذا الاتصال استعرض جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة، وأيضا التشديد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لتنفيذ القرارات الأممية. برأيك يعني كيف يمكن أن يتحرك المجتمع الدولي لتنفيذ هذه القرارات الأممية بشكل فاعل يحقق ما نرجوه؟ يعني واقع الأمر يا فندم، المجتمع الدولي اتحرك في مجلس الأمن عندما وافق على القرار 27 آسف، قرار مجلس الأمن 27-20. اتحرك حضرتك عبر مجموعة من القرارات اتخذت في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة. ثم حضرتك الحكم الذي صدر يوم الجمعة الماضية، يوم 26 يناير الجاري، عن محكمة العدل الدولية. فالمجتمع الدولي بيتحرك وتحرك، لكن بيصطدم بالفيتو الامريكي في مجلس الامن. حتى هذه اللحظه اللي يعني ليا يعني يسعدني ان اتحدث معكم، حضرتك الولايات المتحده الامريكيه لم تستخدم بطريقه ايجابيه وبناءه ولو مره واحده كلمه وقف اطلاق نار، حتى عندما يشيرون إلى هدف المباحثات التي أشرت إليها في أحد العواصم الأوروبية أمس، يقولون توقف القتال، حتى لا يستخدمون كلمة هدنة. فحضرتك المجتمع الدولي إحقاقا للحق، وخصوصا الدول العربية والدول الأفريقية وفي دول أوروبية مثل إسبانيا وأيرلندا ودول أمريكا اللاتينية، حضرتك بيتحرك وبيتحركوا مجلس الأمن. وبذكر مجلس الأمن، الجزائر الشقيقة العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن اعتبارا من يناير الجاري ولمدة العامين القادمين، طلب عقد جلسة لمجلس الأمن يوم الأربعاء القادم، وهيناقش خلالها حضرتك القرار أو الحكم الذي صدر عن محكمة العدل الدولي. ننتظر هذه القرارات سعادة السفير. أشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك معنا. هذا زلزال زلزال زلزال. يا رب ارفع عنا يا رب. أظافرنا إن شاء الله غير نطلعهم من أراضينا غصب عنهم. إحنا أصحاب هوية، أصحاب أرض، أصحاب وطن. قابل النازحون من غزة إعلانات وقف عدد من الدول لتمويل وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين الأونروا بقلق بالغ. هذا وقال سكان غزة الذين يعيشون في مخيمات بديلة إن وقف التمويل كان بمثابة كارثة على الفلسطينيين. على طريق النزوح اجتمعت عليهم الهموم والأحزان والخوف، تاركين وراءهم بيوتا مدمرة وشهداء تحت الأنقاض، وأمامهم مستقبل مجهول. زاده صعوبة قرار عدد من الدول وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا. بقلق بالغ قابل النازحون من قطاع غزة إعلانات وقف تمويل الوكالة الأممية بعد مزاعم قوات الاحتلال الإسرائيلية بأن عددا من موظفيها البالغ عددهم 13,000 موظف في غزة كانوا متورطين في أحداث 7 أكتوبر. وقال سكان غزة الذين يعيشون في مخيمات بديلة بالقرب من خان يونس إن وقف التمويل كان بمثابة كارثة على الفلسطينيين. الأونروا شريان الحياة عنها،
الأنار وهي. طب مين بدي طعمينا؟ مين بدي يشربنا بعد الحرب وما بعد يعني؟ والله يكون معي للناس. ايش بدي اقول لك؟ احنا كشعب فلسطيني شو ذنبنا؟ ارضنا احتلت، حرب، دمار، ملناش بيوت، عايشين لاجئين، حروب كثيره مرت علينا، وهذه الحرب الأسوأ اللي بتمر يعني يمكن ما عاد لنا حتى اي امل بالحياه. ومنذ 7 من اكتوبر اصبح معظم سكان غزه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمه اكثر اعتمادا على المساعدات التي تقدمها الأونروا، بما في ذلك حوالي 1 مليون شخص فروا من القصف الاسرائيلي ولجأوا الى منشاتها. احنا نزحنا للمره الثانيه من غزه وما وجدنا هذه المساعدات بتوصل لنا، ما وجدنا انه الدول الاوروبيه ساعدتنا. أنا إيش ذنبي كطفلة فلسطينية إنه ما أطلق هذه المساعدات؟ إيش ذنبي أعيش في هذا الرعب، في هذه الخيام اللي إحنا مش عارفين لا ناكل ولا نشرب، قاعدين من جوع؟ ولطالما انتقدت إسرائيل دور الأونروا وزعمت أنها دعمت حركات المقاومة الفلسطينية لسنوات، وهو ادعاء تنفيه الوكالة. وتزايد التوتر في الأيام الأخيرة بين إسرائيل والوكالة الأممية بعد قصف مدفعي استهدف ملجأ تابعا للأمم المتحدة في خان يونس جنوب القطاع وأدى إلى مقتل 13 شخصا. كانت دول رئيسية مانحة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا قد أعلنت عن تعليق تمويلها في أعقاب اتهام إسرائيل لموظفين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالضلوع في أحداث 7 من أكتوبر. وقالت إسرائيل التي تأمل في منع جميع أنشطة الوكالة، قالت إنها تهدف إلى ضمان ألا تكون الأونروا جزءا من المرحلة التي تلي الحرب. رصدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين إفادات لمعتقلين يسردون خلالها ما تعرضوا له من أذى جسدي ونفسي أثناء اعتقالهم في مراكز التحقيق التابعة للاحتلال. أشارت الهيئة إلى أن مركز توقيف حوارة من أكثر المراكز سوءا، حيث يفتقر إلى أدنى المقومات المعيشية والأدمية. يشار إلى أن عدد المعتقلين القابعين في مركز حوارة تجاوز 100 معتقل. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات الاجتماع الاستعماري الذي عقد في القدس تحت شعار عودة الاستعمار لقطاع غزة وشمال الضفة الغربية المحتلة بحضور 11 وزيرا إسرائيليا فضلا عن 15 عضو كنسة من الائتلاف اليميني الحاكم. كما أدانت الوزارة في بيان لها المواقف والشعارات التي طرحت في هذا الاجتماع من قبل الوزراء المتطرفين والمستعمرين وقادتهم، قائلة إنها تحريض علني على تهجير الفلسطينيين بالقوة. واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن هذا الاجتماع يكشف مجددا الوجه الحقيقي اليميني الإسرائيلي الحاكم ومعاداته للسلام وتمسكه بالاحتلال والاستعمار.
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان نقلا عن صحيفة إسرائيلية أكد أن القنابل التي أسقطها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة خلال 4 أشهر تفوق تلك التي استخدمتها روسيا في حربها على أوكرانيا على مدى عامين. هذا وأشار المرصد إلى أن التقديرات تشير إلى أن كمية القنابل التي استخدمها الجيش الإسرائيلي في غزة تفوق تلك المستخدمة خلال الحرب العالمية الثانية. استشهد شاب وأصيب 3 آخرون بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الدورة جنوب الخليل. هذا وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بتعزيزات عسكرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين. في اليوم 115 من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة استشهد وأصيب عشرات المواطنين إثر غارات إسرائيلية استهدفت عددا من منازل المواطنين في حي الرمال تزامنا مع قصف كثيف لمدفعية وزوارق الاحتلال. هذا وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 26,422 شهيدا و 65,087 مصابا في قطاع غزة، وذلك منذ 7 أكتوبر. إلى ملف الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قاتلت 800 جندي أوكراني خلال 24 ساعة وحشدت مواقعها على محور كوبيانسك. من جانبه أكد سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت 8 مسيرات متفجرة وصاروخي إسكندر و3 صواريخ من طراز S-300 ليلا، وأنه تمكن من إسقاط 4 مسيرات. في تطور جديد للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قتلت 800 جندي أوكراني خلال 24 ساعة وحسنت مواقعها على محور كوبيانسك، وكشفت عن تجهيز قواتها بدفعة جديدة من المسيرات متعددة الاستخدامات. يأتي ذلك في حين تحدثت كييف عن هجوم ليلي جديد بصواريخ ومسيرات روسية استهدفت بنية تحتية حيوية، حيث شنت موسكو
هجوما ليليا جديدا بمسيرات وصواريخ على 4 مناطق أوكرانية، ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص على ما أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية. وقال سلاح الجو الأوكراني إن روسيا أطلقت 8 مسيرات متفجرة من طراز شاهد وصاروخي إسكندر وثلاثة صواريخ من طراز S-300 ليلا، وإنه تمكن من إسقاط 4 مسيرات. وأضاف هوجمت عدة مواقع مدنية ومنشآت حيوية في بولتافا ودونيتسك وزابوريجيا ودنيبرو بتروفيسك من دون أن يحدد حجم الأضرار التي تم تسجيلها. وأشارت النيابة العامة لمنطقة دونيتسك من جهتها إلى أن صاروخا سقط على منطقة سكنية في مدينة ميرنوغراد ليلا متسببا بوقوع إصابات. وتقصف روسيا كل ليلة تقريبا مدنا في أوكرانيا، مؤكدة أنها تستهدف فقط منشآت عسكرية. وردا على ذلك، تستهدف أوكرانيا بانتظام مدنا قرب الحدود، خصوصا مدينة بلغرود، بالإضافة إلى مواقع صناعية وعسكرية في الأراضي الروسية. لمواجهة هذه الهجمات تعتمد السلطات الأوكرانية إلى حد كبير على الأسلحة والذخيرة التي تقدمها الدول الغربية، غير أن الدعم الأمريكي أصبح ضعيفا بسبب خلافات سياسية داخلية، فيما توقف دعم الاتحاد الأوروبي بسبب عرقلة المجر. سجلت اللجنة المركزية للانتخابات الروسية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميا كمرشح لانتخابات الرئاسة التي ستعقد مارس المقبل. وأمام المرشحين المحتملين مهلة حتى الأربعاء المقبل لجمع العدد المطلوب من توقيعات المؤيدين لدعم ترشحهم وحملاتهم الانتخابية. Были подписаны договоры о принятии в состав России 4 новых субъектов федерации. Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали. وعودة إلى الأوضاع في غزة، وتواصل مصر استقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية بمطار العريش لإرسالها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. للمزيد حول آخر التطورات هناك من المتابعة ينضم إلينا من العريش الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. محمود، بعد التحية، يعني تزامنا مع قرار عدة دول بتعليق المساعدات المقدمة للأونروا، ماذا عن الجديد من المساعدات الإنسانية التي تصل من الدول الشقيقة والصديقة إلى مطار العريش تمهيدا لإدخالها إلى الفلسطينيين في قطاع غزة؟ نعم، تحياتي لك إلهام ولكل السادة المشاهدين. لازلنا نتابع معكم كل الجهود المصرية المبذولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين باستقبال وتجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية. أحد المسارات التي حددتها مصر لاستقبال المساعدات من الدول التي ترغب وتريد دعم الأشقاء الفلسطينيين مطار العريش الذي نتواجد به حاليا لاستقبال الطائرات المختلفة من الدول التي تقدم كل المساعدات الإنسانية. نتحدث اليوم تحديدا عن وصول 3 طائرات. الطائرة الأولى من قطر على متنها 16 طن من الخيم والبطاطين والمواد الإغاثية، وطائرة أخرى أيضا من قطر على متنها 24 طن من المواد الإغاثية والبطاطين والخيم والمستلزمات الطبية. ثم الطائرة الثالثة، وهي الطائرة التي تتواجد الآن في مهبط الطائرات بمطار العريش، هي طائرة إماراتية على متنها 21 طن من المواد الغذائية، بالإضافة إلى أنها حملت ما يقرب من 48 برميل وقود ستذهب إلى المستشفى الميداني الإماراتي. مطار العريش أيضا استقبل العديد من الطائرات، حتى وصلت حتى هذه اللحظة منذ 12 أكتوبر إلى 539 طائرة حملت أكثر من 15,000 طن من 50 دولة أجنبية مختلفة ومنظمات إقليمية لدعم الأشقاء الفلسطينيين. يعني كما تشاهدون الآن أيضا المساعدات الموجودة التي يتم نقلها أو تفرغها من الطائرات، ثم تذهب مباشرة إلى الهلال الأحمر المصري ليقوم بتفريغ هذه الشاحنات والأطنان، ثم نعم. حملها على الشاحنات التي تذهب إلى مركز الخدمات اللوجستية بالهلال الأحمر المصري لإرسالها إلى معبر رفح لدخولها لقطاع غزة. محمود، نتحدث أنه منذ قليل أيضا ستصل طائرة إيطالية لنقل بعض المصابين رغبة في
يعني دولة في إيطاليا بعلاج هؤلاء المصابين لديها. ما يهمني محمود أيضا يعني ما يتم إدخاله بالفعل إلى الجانب الفلسطيني، يعني تحدثت عن المساعدات التي تصل إلى مطار العريش، ماذا عن دخول غزة خاصة في ظل ما شهدناه بالأمس من يعني مواقف المستوطنين الإسرائيليين الذين منعوا العبور عبر معبر كرم أبو سالم؟ صحيح، يعني اليوم هناك تطور عن الأمس، عاد معبر كرم أبو سالم للعمل مرة أخرى، ونتحدث عن دخول 90 شاحنة من الجانب المصري اتجهت إلى منفذ كرم أبو سالم للإخضاع إلى عملية التفتيش. هذه الشاحنات دخلت في صباح هذا اليوم، بالإضافة إلى ما يقرب من 160 شاحنة اتجهوا إلى منفذ العوجة. هذه الشاحنات التي اتجهت إلى منفذ كرم أبو سالم هي الشاحنات التي كانت متواجدة بالأمس أمام معبر رفح، وتم عودتها مرة أخرى بسبب وجود المتظاهرين المستوطنين أمام معبر كرم أبو سالم، لكن اليوم نتحدث عن دخول هذه الشاحنات، وربما على نهاية هذا اليوم أيضا ستتضح الأمور أكثر إذا كانت هذه الشاحنات كلها قد دخلت إلى إجراءات التفتيش أم هناك عدد من الشاحنات قد عادت. لكن حتى هذه اللحظة هناك 90 شاحنة دخلوا بالفعل إلى كرم أبو سالم، بالإضافة إلى الشاحنات التي دخلت إلى منفذ العوجة، بالإضافة إلى أن معبر رفح أيضا لازال يستقبل الجرحى والمصابين. حتى هذه اللحظة استقبل المعبر 28 مصابا، بالإضافة إلى 54 مرافقا لهؤلاء المصابين. كل هؤلاء المصابين يتم تقديم الرعاية الصحية لهم داخل المعبر، ثم ينتقلون مباشرة عبر سيارات الإسعاف المتواجدة خارج وداخل المعبر إلى المستشفيات، سواء في مدينة في الشيخ زويد أو مدينة العريش أو حتى بئر العبد أو مدن القناة. فبالتالي كل الجهود مستمرة في دعم الأشقاء الفلسطينيين، بالإضافة بالطبع إلى ميناء العريش الذي لا زال يستقبل حتى الآن السفن المختلفة، والمتواجد عليه سفينة إيطالية بها مستشفى إيطالي عائم تقدم الدعم أيضا للأشقاء الفلسطينيين بناء على التنسيقات والإجراءات التي تتم بين وزارة الصحة المصرية والدول المختلفة لتقديم كافة أنواع الدعم. لكن يظل الدعم المصري هو الأكبر والأقوى للأشقاء الفلسطينيين، سواء بنتحدث عن المساعدات الإنسانية التي قاربت وتخطت خطت 90,000 طن، 80% من هذه الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة هي مساعدات مصرية، أو حتى فيما يتعلق بالمصابين والجرحى نتحدث عن أن مصر قاربت على 2,000 مصاب تم استقبالهم في المستشفيات المختلفة التي خصصتها وزارة الصحة لعلاج المصابين. أقل ما يقدم للأشقاء الفلسطينيين، بالتأكيد أقل ما يقدم للأشقاء الفلسطينيين بحكم دور مصر وبحكم التقارب الجغرافي والإنساني. أشكرك شكرا جزيلا الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون من العريش. أدانت مصر بأشد العبارات الحادث الإرهابي الذي استهدف كنيسة كاثوليكية بمدينة اسطنبول التركية، وفي تغريدة للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية تقدم بخالص التعازي لحكومة وشعب دولة تركيا الصديقة وخالص التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل. أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال أن حكومته تدرس إجراءات جديدة تهدف إلى إيجاد حلول لما يراه المزارعون المحتجون منافسة غير عادلة مقارنة بنظرائهم في دول أخرى. يأتي ذلك عقب إلغاء زيادة في وقود الديزل الزراعي غير المستخدم على الطرق وإعلان تسهيلات إدارية أخرى في محاولة لتهدئة المزارعين المطالبين برفع الأجور وتحسين ظروف معيشتهم، فيما تهدد نقاباتهم بمواصلة الاحتجاج. On a Alex quand même le chef.
أزمة كبيرة يواجهها رئيس الوزراء المعين حديثا جابرييل أتال، الذي كلفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أسبوعين بعد قيام عشرات المزارعين بتنظيم احتجاجات اعتراضا على قرار الحكومة بخفض الدعم الحكومي تدريجيا عن الديزل المخصص لقطاع الزراعة. مزارع فرنسا والتي تعد أكبر منتج زراعي في العالم يشكون من مواجهة منافسة غير عادلة من نظرائهم في دول تطبق إجراءات تنظيمية أقل، دفعتهم لإقامة حواجز بالجرارات وحزم القش ومخلفات زراعية على عدد من الطرق الرئيسية للضغط على مسؤولي الحكومة لتنفيذ مطالبهم، وأدت لانتشار رائحة كريهة أمام المقار الحكومية بعاصمة النور. رئيس الوزراء الفرنسي أكد أن الحكومة تدرس تقديم مزيد من المساعدة للمزارعين في وقت لا يظهر فيه أي مؤشر على تراجع احتجاجاتهم في أنحاء البلاد لمطالبة بتحسين الأجور وظروف المعيشة. الاتحاد الوطني لنقابات العاملين في قطاع الزراعة، وهو أكبر نقابة للمزارعين في فرنسا، أكد أنه سيواصل الاحتجاجات لحين تحقيق مطالب المزارعين والمنتجين. من ناحية أخرى، بدأ خصوم الرئيس الفرنسي في استغلال تظاهرات المزارعين لمهاجمة سجل حكومته. تواصلت فعاليات وندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 55 وسط إقبال جماهيري كبير. تأتي هذه الدورة تحت شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة، وتقام الفعاليات حتى 6 فبراير المقبل بتنظيم الهيئة المصرية العامة للكتاب. رحلة عائلية تقوم على أساس ثقافي وتشترك معه فقرات أدبية وأخرى ترفيهية تستهدف الكبار والصغار. وفور دخول معرض الكتاب في نسخته 55 تجد عددا من النشاطات على الأبواب التي تجذب جميع الأعمار، وتتحرك العائلات بعد ذلك لتدخل إلى عالم الكتب بعلومها وخيالاتها، حيث قاعات وأجنحة الدول العربية التي اشتركت مع اتحاد الناشرين العرب لتحفيز رواد المعرض على القراءة بتخفيضات تصل إلى 40%. ولا يقتصر المعرض على الكتب فقط، فبجانب دور النشر ترى أيضا أجنحة للتوعية الثقافية والنفسية عن أمراض العصر، ومن أهمها الاكتئاب وكيفية التعامل معه، بالإضافة لعدد من الندوات التي تؤكد على ترسيخ الهوية المصرية. إحنا نازلين بتوعية، أوكي؟ توعية عن أغلى الناس إزاي نتعامل مع كبار السن، اوكي، ونازلين بحاجه اسمها اجوبه واسئله، اوكي، بنجاوب تقريبا على نسبه 70% من اسئله الناس عن الصحه النفسيه وعن الامراض المنتشره. هناك اقبال شديد وكثيف من جمهور القراء وخاصه الشباب والاطفال على مكتبات دور النشر داخل اروقه المعرض، وهذا يفسر لنا ان هناك اقبال لدى الجيل الجديد من القراء. احنا في ندوة اليوم، ندوة عن المسرح الشعري نحو نظرية جديدة، مسرح يعني دراما، والشعر طبعا عارفينه، لكن هو الكتاب اعمق منه يتكلم في ده، بيتكلم في ابعاد متعددة. البعد الاول ان هو بعد تعليمي، البعد الثاني ان هو بعد تاريخي ومؤسس ومؤصل، البعد الثالث وهو يتناول أزمة المسرح. يوم آخر للمعرض يستقبل عشرات الآلاف من المثقفين ومحبي القراءة بعد أن تخطت الأعداد في الأيام الأولى أكثر من 1,000,000 زائر. تنوع ثقافي وفكري وترفيهي وصحي تجده وسط أروقة معرض الكتاب في نسخته 55 الذي يأتي تحت شعار نصنع المعرفة ونصون الكلمة. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من معرض الكتاب الزميل محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري. أهلا بك محمد. الكثير من الزوايا والنوافذ الثقافية فتحت من خلال هذه المساحة الحرة من المناقشات والتلاقي والرؤى الثقافية بالتأكيد. ما رصدك لتفاصيل اليوم في المعرض حتى هذه اللحظة؟ نعم، يعني زميلتي نهى، بعد تحية وتحية لجميع مشاهدي التلفزيون المصري، نتواجد معكم الآن من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، وبالتحديد في القاعة التي تحمل رقم 2، وتشهد إقبالا كبيرا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخامس للمعرض. يمكن هذه القاعة
تمتاز بالعديد من الكتب المتنوعة والتي تلاقي استحسان العديد من رواد المعرض. نتحدث عن الكتب الثقافية، الكتب الخاصة بالفلسفة، الكتب الدينية، الكتب الخاصة بالتاريخ والآثار والحضارة المصرية. أيضا هناك تنوع في الكتب الخاصة بالتسويق الإلكتروني والذي يجذب شريحة كبيرة من الشباب اللي طبعا الاطلاع عليهم من خلال إنشاء بعض الشركات الخاصة بهم والمعرفة والتثقيف فيما يخص هذا المجال، المجال التسويق الإلكتروني. أيضا يعني اليوم كما ذكرنا هو اليوم الخامس، هناك إقبال كبير من المواطنين ونلاحظ أيضا إقبال كبير من الأسر المصرية الذين أصروا أن يأتوا بأطفالهم داخل المعرض لطبعا لتحقيق يعني نقلة كبيرة في المعرفة والتثقيف من خلال تواجد العديد من الكتب المتنوعة الخاصة بالأسرة المصرية والخاصة بالشباب. من يزور معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 55 هناك العديد من الفعاليات الثقافية والفعاليات الرياضية والفعاليات الفنية. يمكن يعني في اللحظة التي أتحدث إليك فيها الآن هناك ندوة خاصة عن التاريخ المصري الفرعوني يديرها الدكتور زاهي حواس، وندوة أخرى يديرها وزير الشباب والرياضة خاصة بالشباب والمعرفة وكيفية الاهتمام بالصحة العامة للشباب في مختلف محافظات مصر. هذه القاعة يعني وغيرها من القاعات تمتاز بإقبال كبير من المصريين والعديد من الجنسيات الخاصة التي جاءت للاطلاع على معرض القاهرة الدولي للكتاب. يمكن أيضا يعني لاحظنا منذ قليل يعني قيام بعض منظمات المجتمع المدني بإطلاق بعض المبادرات الخاصة للخدمات لرواد المعرض، وهي مبادرة تدعى يعني أو كما تسمى عينيك رايقة. هذه المبادرة جاءت للكشف على العيون من قبل بعض الأطباء المتخصصين لرواد المعرض. طبعا يعني كما نعلم أن القراءة تحتاج إلى العديد من التركيز في الكتب، ومن هنا جاءت هذه المبادرة للحفاظ على عيون يعني رواد المعرض، وكيف إذا كان هناك مشكلة لبعض يعني المواطنين كيف يمكن تفاداها وكيف يمكن معالجتها من خلال قراءة الكتب. نذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 55 يعني هو أقيم على 80,000 متر مربع، ويعني يحتوي على 1200 دار نشر، ويعني يوجد به أكثر من 5255 عرضا من مختلف الدول العربية. نؤكد أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يؤكد دائما أن مصر كما هي كانت بلد الحضارات هي أيضا بلد المعرفة وبلد الثقافة. وكما ترى يعني الصورة خلفي هناك العديد من المواطنين والآلاف من المواطنين، يمكن عدد الزائرين اليوم في اليوم الخامس تخطى 1,350,000 زائر حتى الآن. يمكن هذا هو المشهد لدينا من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، وأعود إليك مرة أخرى. محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا على متابعتك. في إطار حرص القوات المسلحة على نقل وتبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية مع مختلف الجامعات المصرية، وقع اللواء أركان حرب سامي مصطفى مدير إدارة الحرب الكيميائية والأستاذ الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة وقع بروتوكول تعاون. يهدف البروتوكول إلى تعظيم أوجه التعاون العلمي والبحثي وتبادل الاستشارات الفنية في العديد من الدراسات البحثية التطبيقية لمواكبة التطور المتلاحق في مختلف المجالات العلمية، فضلا عن تنفيذ ورش عمل وزيارات ميدانية مشتركة، بما يسهم في الارتقاء بالأسس البحثية التخصصية لمجابهة الأزمات والكوارث والأمراض الوبائية. استمرارا لدور مصر الداعم للأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية، نظمت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الخارجية دورة تدريبية لعدد من الكوادر الإفريقية بقيادة قوات حرس الحدود. تضمنت هذه الدورة عقد العديد من المحاضرات تناولت الموضوعات الخاصة بتأمين الحدود ونظم المراقبة الحديثة وأعمال البحث والإنقاذ والأمن السبراني والإسعافات الأولية ونظم المعلومات GIS الجغرافية.
تهدف الدورة إلى صقل مهارات وإمكانيات المشاركين بالدورة ولتعزيز قدرتهم على تنفيذ المهام التخصصية المكلفين بها بدولهم الشقيقة والصديقة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إصدار قرار بإلغاء رسوم الإغراق على واردات الحديد حديد التسليح. أكد المركز أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددا على سريان رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح، وذلك وفقا للقرار الوزاري رقم 189 والصادر بتاريخ 1 يونيو 2023. وصلنا مشاهدينا إلى نهاية النشرة، وإليكم أهم العناوين. الرئيس السيسي يؤكد للملك عبد الله الثاني دعم مصر الكامل للأردن، ويؤكد حرصها على أمنه واستقراره، ويدين الهجوم الإرهابي الذي تعرض له أحد المواقع على حدود الأردن مع سوريا. الرئيس السيسي والمستشار الألماني يتوافقان هاتفيا على أهمية حل الدولتين كأساس للأمن الإقليمي، وشولتس يشيد بدور مصر البناء في المنطقة. المرصد الأورو متوسطي يؤكد أن القنابل التي أسقطها الاحتلال الإسرائيلي على غزة تفوق القصف الروسي على أوكرانيا على مدى عامين. وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا، شكرا للمتابعة ودمتم في أمان الله.